عبد اللطيف بن يوسف بن محمد المعروف بالبغدادي، يلقب بابن اللباد، ولد عام 557 للهجرة في بغداد في أسرة اشتهرت بعلوم الفقه والحديث. كان ميالا بالمطالعة والبحث، شغوفا بالكيمياء وعلم النبات والطب. زار الموصل والقاهرة ودمشق، وحضر مجالس علمائها، وسافر إلى القدس حيث التقى صلاح الدين الأيوبي. يقول عنه الدكتور عبد الكريم شحادة في كتابه البغدادي الأثري العربي الرائد: ما ميز البغدادي أنه كان مجدا في طلب علمه في الطب، انصرف إلى إتقان هذا العلم والتعمق والبحث فيه، وكانت نتيجة مسيرته تشخيصه الدقيق لمرض السكري الذي حدد أعراضه فقال: هو استرسال التبول، كثرة التبول، ويرافقه العطش الشديد وخسارة في الوزن. وضع ابن اللباد التسلسل المنطقي في تعريفه لداء السكري، ووصف العلامات السريرية اعتمادا على الملاحظة العلمية، وكان أول من اكتشف علاج داء السكري ودواءه الكامن في التغذية الصحية المفيدة، إضافة إلى الاسترخاء والهدوء وتجنب الانفعال والتوتر. جعل البغدادي التشريح ضرورة من ضروريات مهنة الطب، وقد اعتمد عليه في أبحاثه ودراسته، وبواسطته دحض مثلا الاعتقاد الخاطئ بأن الفك السفلي للفم مكون من قطعتين، مثبتا عبر التشريح أنه قطعة واحدة. وقد ترك البغدادي ثروة علمية هائلة بلغت أكثر من 150 كتابا ومقالة ورسالة، جلها في الطب.